يعني هذه الخشية في بالي، لأنه كل ما كنا نقول أنه لن يخدم عليه نتنياهو في غزة أقدم عليه، قلنا أنه لن يتوغل بريا توغل، لن يدخل إلى رفح دخل إلى رفح، لن يدخل إلى خان يونس دخل إلى خان يونس، فصل الشمال عن الجنوب، كل ما هدد به وأعلنه نفذه، خاصة أنه يعني يريد الانتقال من عقيدة بن غوريون والحروب الخاطفة التي تستمر ساعات وأيام إلى تعويض المجتمع الإسرائيلي على الحروب الطويلة الأمد. وبالتالي هذه جربها في غزة منذ سنة، وهو يجربها الآن في لبنان. وإذا كان يعني إذا كان نتنياهو يراهن، وفق أيضا التقارير الدبلوماسية التي وصلت إلى بيروت، يراهن على إطالة أمد الحرب إلى حين الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومعرفة من هو الحصان الرابح، يعني لأنه كما هو معلوم يعني يدعم بشكل قوي جدا ويعمل عبر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لدعم دونالد ترامب. حينها سيذهب بطبيعة الحال نتنياهو إلى توسعة الحرب مهما كانت الأسمان، لأنه سيكون متكئ عمليا ليس فقط على الدعم العسكري وعلى شبه الدعم السياسي المطلق، إنما على دعم عسكري وسياسي مطلق لفرض شروطه على الجانب اللبناني. هذه الخشية نعم موجودة من أن يستمر في عملية تقطيع الوقت إلى حين الانتخابات النيابية الرئاسية الأمريكية، ومن ثم يبدأ بوضع شروطه الحقيقية على الطاولة. وهذه الشروط للأسف سبق وأن حملها الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة إلى لبنان، عندما أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن الجانب الإسرائيلي لن يقبل بأقل من ترتيبات أمنية شبيهة بالترتيبات الأمنية التي ضمنت في اتفاق 17 أيار في العام 1984 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، والتي أعاد وأسقطها المجلس النيابي اللبناني في حينه. هذه الترتيبات لا تتحدث فقط عن منطقة جنوب الليطاني منطقة منزوعة السلاح، إنما تتحدث عن منطقة منزوعة السلاح في عمق 45 كيلومتر، أي من الحدود إلى شمال شرق صعيدة تحديدا نقطة نهر الأول. هذه المسألة يعني إذا ظل مصرا عليها بنيامين نتنياهو ستأخذنا إلى حرب طويلة الأمد، وإلى حرب لن تبقى بطبيعة الحال محصورة بلبنان، لأن الترتيبات التي حصلت لتحييد النسبي لبعض الجبهات مثل الجبهة السورية والجبهة العراقية، هذه الترتيبات إذا ذهبنا إلى حرب طويلة الأمد باعتقادي ستسقط وسنصبح أمام واقع مختلف كليا.